رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأمر الله تبارك وتعالى باتباع طريقه المستقيم وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المشاقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل حذر من مشاقة طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعندما نزلت الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الآخر الآية، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ليعلم أصحابه. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط بجانبي الخط خطوطا معوجة، خط خط مستقيم وخط بجانبي الخط خطوطا معوجة، وقال: هذا سبيل الله، أي الخط المستقيم، وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. وما أكثر السبل اليوم، سبل كثيرة، طرق لا تعد ولا تحصى، طرق كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، السمانية والكباشية والنقشبندية وهي كثيرة الطرق، وكذلك الأحزاب وكذلك الجماعات، لكن ما هو الطريق الصحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ده شنو؟ كتاب الله وسنتي، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم تجد في دعاة من أئمة الضلال يأتون ويروجون للناس هذه الطرق البدعية، وبعضها طرق شركية يروجونها للناس حتى يوقعوهم في الشرك بالله عز وجل. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الدعاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد، قال: أغير الدجال أخاف عليكم الأئمة المضلين. الأئمة المضلين يجي يروج لك الشرك باسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي واحدين كلمونا، جو قال في صوفية، مش جاء حامد بابكر ومعه مصطفى الياغودي، جو الخميس الجمعة أو الخميس الفات، جو هنا ده في المكان ده وروجوا. ده شفت ده من أئمة البدع ومن أئمة المتصوفة ومن الضالين المضلين، والله جايين يروجوا لك الشرك بالله عز وجل. فهؤلاء ناس حامد بابكر ومحمد المنتصر اللي زيرك، ده من أئمة الضلال.
همهم كله بس دارين يدخلوك الصوفيه، دارين يبقوك صوفي. انت زول ماشي مستقيم كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بيصلي وبيصوم وزول موحد وماشي في الطريق المستقيم، يقول لك لا لا لا، الا تاكل كسره الشيخ ابويا الشيخ. من اكل طعامنا او دخل طريقتنا دخل الجنه. ها؟ ومن زار الشيخ وغيره من خزعبلات الصوفيه، دارين يدخلوك الصوفيه، دارين يدخلوك الطرق التي لا تغني من جوع ولا وليس لها علاقه بالكتاب والسنه. انت قال الصوفيه دي شنو؟ ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صوفيه، ما في صوفيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا طريقه سمانيه، لا نقشبنديه، لا كباشيه، لا مكاشفيه، ما في. الطرق الصوفيه دي جات بعد القرون الثلاثه المفضله، ما كان في طرق صوفيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال قائلهم وطيبه دار الصوفي. ابقوا النبي صلى الله عليه وسلم ذاته صوفي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده علاقه بالتصوف، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من التصوف، وإنما التصوف جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة، وأتوا بنزعات الزهد، يعني بدايتهم دايرين يسهدوا في الدنيا، كانوا بيسهدوا، ما بيمشوا، ما بيركبوا حمار ولا بيركبوا جمل ولا غيره، بيمشوا عادي، وكانوا يلبسون الصوف، عشان كده سموهم صوفية. ما يغج عليك حامد بابكر ولا محمد المنتصر الزيري يقول لك لا، التصوف من الصفاء ومن أهل الصوفة، ما من أهل الصوفة. الصوفية الآن ده شرك بالله عز وجل. لأنه الآن بينشروا من الكتب موجودة التي تنشر الضلال. فجاءوا كنزعات في البداية، كانوا متفرقين وكانوا يلبسون الصوف لزعمهم أن هذا الصوف يشعرهم بالزهد، وأن هذا الصوف يذم النفس ويذلها، لذلك لبسوا الصوف، لبسوا الصوف، وهذا وكانوا يعذبون أنفسهم، فكانوا يجلسون في معاطن الكلاب، وكانوا يجلسون في معاطن الإبل تعذيبا لأنفسهم. يقول لك نحن دارين نذم أنفسنا ودارين نزهد في دين الله عز وجل. لذلك كما قال قائلهم، قال أن 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 الشخص أو الصوفي لا يصل منزلة الصديقين حتى يدع زوجته. شوف الغلو بتاعهم ده كيف، حتى يدع زوجته، حتى تكون كأنها أرملة، يخلي زوجته يمشي الخلا. وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع في الدين. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى شخصا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا في يجلس أنه رأى شخصا يجلس قائما في الشمس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنه؟ فقال إنه قائم وقائم وصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يستظل، كان قاعد في الشمس الحارة، قالوا له أنه نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يقوم في الشمس وأن يصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهيا له، قال مروه أن يستظل وأن يقعد وأن يتم صومه. فأولا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام، وأمره وأقره على الصيام. ليش؟ لأن الصيام من الدين، فلم ينهه عن 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 الصيام، وإنما منعه عن هذا التنطع في الدين. فهذا باطل من أوائل الصوفية، دي الكلام ده أوائل الصوفية، كان عندهم
هذا الغلو. وكما حكى الشيخ رسلان قال كنا في جامعة الأزهر، كان درس هناك، فقال أحدهم كان صوفي، فقال عندهم ورد المراقبة، قال عندهم ورد المراقبة، قال ورد المراقبة ده قال هناك، قال في حيران بيو بيتلموا في الجوازة ومعهم نساء، فتجلس المرأة على فخذ الرجل فلا يحصل منه شيء. قال ده ورد المراقبة، ما بيحصل له أي حاجة. فقال واحد من الشماشة سمع كلام الشيخ الصوفي ده، فقال له يا شيخ، قال اصطحبنا معك إلى ورد المراقبة. وزي الشماشي ساي ما عنده أي علاقة يعني مع هنا مع الصوفية وكذا. فقال الشماشي أحسن من الصوفي. والله جد شماشي كن عقيدته صحيحة، سكران لط كن عقيدته صحيحة أحسن من الصوفي. فقال له يا شيخ قدنا معك إلى ورد المراقبة. مع دارين هناك درمتلوا ولاقين هناك الشغلة، البلد خلل هي. فهذه هي الصوفية، لكن الليلة الصوفية هي الشرك بالله عز وجل، والكتب تشهد على ذلك. والله الآن في كم قبة الآن تعبد من دون الله عز وجل، في الواقع ساي قبان ما هي الكتب، في كم قبة تعبد من دون الله، تمشي هناك تبدأ من الشكاريبة الشيخ المكاشفي هناك، وتجيب جاي طابت عبد المحمود، تجيب جاي بحراز كلها قباب، بهنا في الخرطوم حمد النيل، تمشي شمال كده الكباشي، وكلها قباب تعبد من دون الله عز وجل. أنا كان في البداية ما كنت كان بسمع إنه في أولياء وبيعبدوهم من دون الله وبيسجدوا لهم. والله الذي لا إله إلا هو، مشيت قبة الختم هنا في بحري، دخلت جوا القبة دخلت لقيت والله نسوان ورجال جوا القبة، ومنهم من يدعو صاحب الضريح، ومنهم من يتمسح بصاحب الضريح، ومنهم من يدعوه من دون الله عز وجل، ومنهم من خاشع وذليل لصاحب الضريح. هل هذا من دين الله عز وجل؟ بل هذا هو الشرك بعينه. فالصوفية اليوم هم دعاة الصوفية اليوم من حامد بابكر أو محمد المنتصر أو مصطفى الياغوتي أو غيرهم، دل كلهم دعاة شرك وضلالة، يريدون أن يضلوا الناس عن الصراط المستقيم. يجيبوا لك محمد المنتصر لزيرك في التلفزيونات ليضل الناس عن سبيل الله. والله يجي يفتي يقول والتميمة هذه، قال جابوا في التلفزيون، قال والتميمة هذه أمرها هين وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم، قال والتميمة هذه أمرها هين إن كانت قال من القرآن أو من كلام طيب، قال فإنها جائزة، قال جائزة بالإجماع. هل أجمع لك منه؟ ما بيجوز. القرآن نزل ليتدبر القارئ آياتي وليعمل بهذا القرآن، وليس هنالك في الإسلام أن تعلق تميمة. يقول لك أنا بعلق تميمة عشان تحفظني. طيب كان دخلت، يقول لك دي من القرآن الصافي. طيب نقول للصوفي أنت كان دخلت الحمام بتخش بالقرآن الكريم الحمام؟ بتخش بقى ولا تقلعه برا؟ طيب كان قلت بتقلعه برا، جوا الحمام هل بيحفظك منه؟ يا صوفي هل بيحفظك منه جوا الحمام؟ بيحفظك الله. ومعلوم أن الحمام مكان الشياطين والجن، فطيب إذا حماك الله في الحمام فهو يحفظك في أي مكان آخر. ده كلام عقل، يا ده كلام بالعقل. وأما التميمة فهي لا تجوز، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لا تعلق
ولكن الآن يجيك محمد المنتصر اللي زيرك وحامد بابكر، شوف الأشكال دي. يجيك حامد يقول لك الوهابية، قال كانوا جاء واحد وهابي قال في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم غائر العينين، جاء قال في السوق العربي، قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال غائر العينين كسر اللحية مشمر الإزار، قال شفتوا الصفات دي صفات الوهابي، قال قال دي صفات الوهابي، وده خارجي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو استغل جهل الناس عشان ينشر هذا الفكر الضال المضل. فده حامد بابكر. واحد تاني اسمه ده محمد المنتصر، ده تلميذ حامد، وده طبعا وجع شديد انه السلفيين كثروا واهل التوحيد كثروا، شفته انه زول موحد ما زمان كان يعني الا من رحم الله قليلين، تجي واحد بس دار تصلي في الجامع يدعوك بالشباك، دار تصلي ساي يدعوك، لكن اس الحمد لله بحمد الله وفضله ولا حول لنا ولا قوه، الحمد لله الان اهل التوحيد كثروا، لكن جاء محمد المنتصر لذلك قال يا جماعه الناس دل ما ممكن في سنه سابعه يدرس للطلاب انه الضريح في المسجد حرام، قال ما صح الكلام ده، ويجب على الـ على الـ على الـ على الوزاره ان تقف على هذه الجريمه وكذا. وجاء قال ما ممكن في سنه ثالثه ثانوي يدرس انه الاسماء انه التوحيد ينقسم الى ثلاثه، توحيد الوهيه وتوحيد اسماء وصفات وتوحيد ربوبيه، الكلام ده ما بيبانا وقاعد يكرر، بيدرس ان شاء الله يدرس، وكان سقطت في الماده دي تعود ثاني سنه ثالثه. ها رايك شنو يا زول؟ الحمد لله التوحيد انتشر، والحمد لله في قرى كثيره فيها دعاة ينشرون التوحيد، ده المطلوب، ده المطلوب، والله يعني لا حول لنا ولا قوة، والله ده بفضل الله ومنته، الحمد لله. والله شفت المايكات بتاعتنا دي تقارع التلفاز الذي ينشر الضلال والبدع بحمد الله. فهذا ما أردت التنبيه به، وأقدم الأخ محي الدين. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.